Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الجزء الثاني من كورس التأسيس واللي بنعلم فيه اولادنا ازاي يقروا الكلمات باستخدام الساوندز باستخدام الاصوات. صوتنا النهاردة هو long U. خدنا المرة اللي فاتت صوت short U اللي كان آه. النهاردة ان شاء الله هناخد صوت long U. وهنا لازم اعرف ابني ان long U ليه صوتين اتنين. الصوت الاولاني هيكون full U. U شكل ما هو كده. U. U. اما الصوت التاني فهيكون U. U. وهنا خلي بالي لازم شفايفي تبقى مضمومة بالمنظر ده. U. U. يبقى تاني. Long U ليه صوتين اتنين. الصوت الاولاني هو full U. U بالمنظر ده. اما الصوت التاني هو U. طيب تعال نشوف كده بعض الكلمات اللي هلاقي فيها الساوند ده. قال لي الباترن اوف ليترز يعني نماذج الحروف اللي انا هلاقي فيها اللونج يو. قال لي هلاقي حرف اليو وراه كونسونانت يعني حرف ساكن وبعدين جايب لي وراه حرف الاي. فلو بصيت في الكلمات دي هلاقي كلها كده ادي يو وادي اي يو كونسونانت اي يو كونسونانت اي يو كونسونانت اي. يبقى هنا اليو بتاعتي هتبقى لونج. طبعا في بعض الكلمات هلاقي فيها اللونج يو عبارة عن فول يو وكمان في كلمات هلاقي فيها اللونج يو عبارة عن او. تعال كده نشوف النماذج دي. نمبر 1 is use. use. وهنا اللونج يو نطقت فول يو. use. تاني كلمة كيو. كيو. حط ورا التي تبقى cute. 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 يبقى الاي طبعا سايلنت. كيو نحط البي تبقى كيوب. 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 التي حط وراها لونج يو ونطقها فول يو تبقى تيوب. 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 يبقى الاربع كلمات دول هلاقي فيها اللونج يو عباره عن فول يو. تعال نشوف الكلمات اللي بعدها. هنا هلاقي اللونج يو عباره عن او ساوند. او. طيب هنطقها ازاي؟ هقول له ان الجاي لما احط وراها لونج يو فهتبقى جو. ال يو لو. اف ال فلا. حط وراها اليو يلا. فلو. فلو. ار اسمه را. را. يلا نحط لونج يو. رو. رو. طيب تعال بقى ننطق الكلمات دي. فالاولى هتبقى جون. جون. لوت. لوت. فلوت. فلوت. رول. 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 يبقى اذا الاربع كلمات اللي فوق خدنا فيهم صوت اللونج يو فول يو والاربع كلمات اللي تحت خدنا فيهم صوت اللونج يو او. هنا بعرف ان اللونج يو لها صوتين اتنين. قال لي ممكن الاقي برضو الصوت ده في اليو مع الاي في نهايه الكلمه وهديله النموذج ده بلا بلا. حط وراها لونج يو تبقى بلو. بلو. جي ال اتس جلا. جلا. حط وراها لونج يو تبقى جلو. جلو. التي ار ساوند قلنا بينطق بالمنظر ده ترا. ترا. يبقى انا شفايفي لقدام وفي نفس الوقت لازم اطلع هوا وانا بقول التي مع الار ساوند ترا. ترا. فتبقى الكلمه دي اسمها ترو. ترو. السي ال ساوند كلا. كلا. لما احط ورا اللونج يو هلاقيها كلو. 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 طبعا هنا ببدا اقول له ان الصوت ده ممكن الاقيه في نماذج حروف تانية وفي نفس الوقت مش هلاقي فيها حرف اليو. شكل كده الدبل او. الدبل او بلاقي فيها برضو الصوت ده او. لايك زو. زو. مون. مون. فود. فود. سكول. 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 طبعا هنا الاتش سايلنت وهنا السي هي اللي بتتنطف عشان كده قلت سكول. سكول. يلا نحط ال school. school. وبلاقي كمان صوت الفول يو اللي هي اسمها يو
في نماذج دين الحروف الـ E مع الـ W في نهاية الكلمة like new new يعني جديد new طبعا هنا الـ K silent فبالتالي ببدأ بالـ N sound فحقول new new نفس نطق اللي فوق few 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 crew طبعا الـ C مع الـ R sound it's cra cra عشان كده بقولها crew 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 يعني طاقم سفينة أو طاقم طائرة وبكده يبقى أنا قدرت أعرف ابني أو بنتي إن صوت long you صوتين اتنين يا إما full you بالمنظر ده you يا إما u وديته نماذج الكلمات اللي هلاقي فيها الصوتين دول thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes goodbye السلام عليكم